المنتخب المصري يا استاذ محمد، يعني احنا كلنا عندنا امال ان احنا عندنا افضل لاعب في افريقيا بالنسبه لنا على الاقل، اللي هو أفضل لاعب في واغلى العالم لاعب محمد صلاح. صلاح، وعندنا عناصر خبرات حتى لو اهلي وزمالك ومحترفين. العناصر دي كلها مع مدير فني مش يعني مش مريحنا، وما نعرفلوش هو بيفكر في ايه. هل زي ما عبد الله شايف ان مصر من الثلاثه المرشحين، واختار ثلاث منتخبات، بس انا هل عايز اضم السنغال، المغرب الجزائر، معاهم، مصر؟ عايز اضم المغرب مع الثلاث منتخبات اللي رشحهم عبد ما الناصر. يعني انا قلت لك ان المغرب حظها وحش في هي افريقيا، بغض النظر عن ماشي ضمن الحظ. سيدي، انا هقول لا ليه يعني. والله بص هقول لحضرتك حاجه، يعني منتخب مصر دايما، يمكن قبل كده قلتها معاك في لقاء سابق، ان دايما مستوى الطموح معاه بيكبر من مباراه لاخرى، خصوصا في التجمعات. صحيح، منتخب مصر دايما بيتفوق على نفسه وبيكون عكس التوقعات في البطولات المجمعه. ممكن يكون مسافر والجمهور ما عندوش تفاؤل كبير ان احنا ممكن نوصل لمربع ذهبي او نهائي البطوله او حتى مركز اول، ولكن دايما المنتخب بيفاجئنا ان هو وترته ايقاعه بيرتفع من مباراه لاخرى صحيح، وبيمشي كويس قوي في البطولات الافريقيه. وعندنا انت قلت حاجه مهمه جدا، عندنا عنصر خبره مهم قوي في التعامل مع المباراه الافريقيه.